ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا زالت قضية مجسم الهولوكوست المزعوم والذي كان قيد التشييد بإقليم الحوز تثير المزيد من الجدل داخل الرأي العام، خاصة بعد ظهور معطيات جديدة من شأنها أن تورط مسؤولين محليين في الفضيحة. وحسب بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، فإن سياح أجانب سبق وأن توافدوا على مكان المجسم وقاموا بممارسة طقوس غريبة لم يعرفها السكان المحليون الذين اكتفوا بالمشاهدة عن بعد. وجاء في البلاغ أن جمعية ألمانية هي التي اقتنت البقعة الأرضية وشرعت في البناء تحت غطاء إقامة منتجع سياحي ومستعينة بخدمات اليد العاملة المحلية، كما قامت بتوطيد علاقتها بالسكان عبر تقديم خدمات اجتماعية لهم. واعتبرت الجمعية أن السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية، وهو ما يعني وجود تقصير كبير من طرف السلطات المحلية التي عادة ما تكون متيقظة، خاصة وأن الأمر يتعلق بأجانب. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.